شغي عسلي مرحبا بكم مرة أخرى في جنة كوزين ونعود ونرجع لسالي مرة أخرى ورجعت لكم مبروسات ياسر ياسر بنينة وحاجة تيارة على الأخر. شوف نحكي لكم على سابلي سالي وشوف نحكي لكم على الفاخس اللي فوق منه حشيلو ترميه وتشدو كعبة كيما هكي ترميوها ديريكت في فيمكم ما تسحقوش باش تعضوا منها مرتين. أي نمشي مع بعضنا للمقادير وطريقة الطبخ متاحة. هوني عنا العجينة متاعنا. انا العجينة راني ما سوت لكمش على خاطر ديجا لا ميم غوسيت اللي عملتها في الميلفوي سالي باش نحط لكم الرابط في صندوق الوصف وتطلع لكم زيدا في الفيديو. جوست هوني زدت نص مغرفة متاع قهوة خميرة متاع جاتو اكاهو سينو كيما عملت وما سحقيتش اني باش نحط الماء. علاش؟ على خاطر المره هذه ما عنديش كلافاش كيغي الفرماج. عملت الفرماج تارتيني وتعرفوا الفرماج تارتيني تبدا فيه شويه الماء هذيك علاش ما سحقيتش اني انا باش نزيد الماء سينو راهي تلمت جوست بالفرماج تارتيني اكاهو. هذه العجينه نتاعي حطيت تحتها بكيفي صار كيما نسيت نخدم كما العادة. وهوني باش نحلو العجينة متاعنا كما نستنسي لا تلحو العجينة متاعنا كما هكي. هوني اخذيت لمبارت بيس انا استعملت هوني واحدة حسيلو مشرفة انتوما اللي تحبوا تعملوا. المهم تعملوا كعبة تكون صغيرة ما تكونش كعبة كبيرة برشا. اما اللي يحب كعبة كبيرة ينجم يعمل تكون لمبارت بيس اكبر. انا بالنسبة لي انا هكي مريكلة كعبة صغيرة باش تترمي في الفم وكهو. شفتوها كيفاش باش تكون ليهي خشينة وليهي جويدة والكعبة تبدأ مزيانة. شفتوا علاش قلت لكم حطوا بابي كويسون على خاطر ما فيها الفرماج نجم تلصق لكم على ال على البلون دو ترافال. هذا الطبق نتاعنا بون فاضلت لي شويه عجينه باش نكملها من بعد. توا باش ندخلو يطيب على 150 غرام حطينا الفرن نتاعنا ديجا يسخن باش نخليوه لمده ربع ساعه. حطيت القلايه نتاعي على النار تسخن. انا هوني حطيت شويه زبده تنجموا نتوما تحطوا شويه زيت باش نطيبو فيه نقليو فيه بلوتو البصل نتاعنا. نحطو البصل نتاعنا ونقعدو نحركو فيه نقليو فيه على نار هاديه ما خليوش حتى لين يتحرق. ومن بعد باش نزيد عليه بابريكا الوان عندي احمر واخضر واصفر قصيتهم دي كوب جويتين وباش نطيبهم معاهم وباش نملح بالملح والفلفل الاكحل اكهو هذيك باش نفوح البابريكا متاعي ونقعدوا نحركوا فيهم نمشيو فيهم نجيبوا حتى لين يتسوتيو وما نخليهمش حتى لين يليثوا على الاخر. هوني اكيبيت كروفي صوتيتهم شويه في شويه زبده وملح وفلفل اكحل غير شويه برك تعرفوا راهو الكروفي ما فيهش روح هكيكا. باش نزيدوا عليه عندي انا قرنيده صغيره سمطتها في الماء وحدها وطبعا باش نخلطها كيما هكايا معاهم خلي باش يسخن شويه القرنيت. هذايا البسكوي سابلي اللي حضرته شوفوا كعبيت محليهم مصغرهم حسيلو ترميو رميه واحده وصدقوني انا والله كيت قداش من كعبه وهما هكيك بلا حتى شيء بنين 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 على الاخر ميم حتى صغار شيخو علي قعدوا ماشي جايين علي قلت لهم يا خليونا عاد باش نلقاو باش نصوروا. هذه الفاخس نتاعنا زاد كيف كيف خليناها بردت كومبليتمون. البسكوي زاد كيف كيف لازم يبرد كومبليتمون. هوني قلت اي خنزيد نقص فيه كعبات سوريمي نزيدهم مع الفاخس نتاعنا باش نبداو نفرسيو السابلي نتاعنا. هوني حطيت شويه فرماج تارتيني باش ندهنو شويه مش برشا جوست شويه باش تلصق عليهم الفاخس. ناخذو هوني بون باش نستعمل مغرفه صغيره على خاطر لي سابلي نتاعي كيما قاعدين تشوفوا ماهمش كبار. هوني باش نحاول انا اعبيهم كي بشويه بشويه الى حبيتوا نتوما تنجموا تكبروا في الكعبه باش الفاخس يلقى فين يقع. سينو بالنسبه لي انا راه هكايا امريكل جوست واحد يستويها هكايا شويه يتستويوا في بعضهم وتطلع وتبدا هكايا الفاخس بومبي من فوق مزيانه على الاخر. ما كملت عبيتها شوفوا كيفاش تبدا محليها مزيانها ميم الالوان اللي فيها هذيك البابريكا اللي فيها شوريمي كروفيت ما شاء الله الالوان ياسر مزيانين واللوغو زاد ياسر طيارة الحق تاع ربي. اما نتوما كي تحبوا تعملوا اي فاخس اخرى راه تنجموا تعملوا كيما ديما نقول لكم ما تربطوش رواحكم بيا انا.
توا وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا، بقى لي كيفاش نقولكم بسلامة وفي أمان الله، وملتقانا في فيديو جديدة.